إنها معركة نهاوند أو سميت بفتح الفتوح، وقعت في سنة 21 للهجرة. كان قائد المسلمين هو النعمان بن مقرن ومعه 30,000. أما قائد من الفرس فكان ذو الحاجب وقيل الفيروزان ومعه 150,000. سميت فتح الفتوح لأن الفرس بعد هزيمتهم في هذه المعركة لم تقم لهم قائمة، ولم يستطيعوا أن يعبئوا مثل هذا العدد فيما بعد، بل تشتتوا في البلاد ومالوا إلى الدسائس والمؤامرات ضد المسلمين. وسبب المعركة أن ملك الفرس قد جمع جموعا عظيمة بنهاوند وجعل عليهم ذا الحاجب قائدا. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى النعمان يوليه قيادة الجيش المتجه إلى نهاوند، وكان معه عدد من الصحابة مثل كاثم سر الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمر وجرير بن عبد الله البجلي والمغيرة بن شعبة وغيرهم من خيرة صحابة رسول الله وأبطال العرب. لما وصل الجيش إلى نهوان إذا بحسك الحديد يدخل في حافر فرس، فتوقف الجيش ثم اكتشفوا أن العجم قد بثوا الحسك في الطريق. استشار النعمان أصحابه فيما يفعل فقالوا نريهم أننا منهزمون ثم نكر عليهم، ففعلوا ذلك. فخرج الفرس في أثرهم بعد أن كنسوا الحسك، فانعطف عليهم المسلمون بعد أن عبأ النعمان كتائبه وصلى بالمسلمين الذين معه الجمعة. دارت معركة حامية بين الطرفين، وكان الفرس قد شدوا جنودهم بالسلاسل حتى لا يفروا، لكن الدائرة دارت عليهم وبدأ تفوق المسلمين. وفي خضم هذه المعركة أصيب النعمان بسهم قاتل فسقط شهيدا رحمه الله، وكان بجانبه أخوه سويد، فلبس ثيابه وقاتل وهو يكتم خبر استشهاد أخيه حتى لا يصاب الجند بالجزع والتردد فتنقلب نتيجة المعركة. ولما فتح الله على المسلمين نهوان دفع سويد الراية إلى حذيفة بن اليمان حيث أوصى له النعمان بالقيادة إن استشهد. والنعمان بن مقرن المزني رحمه الله وتقبله الله في الشهداء صحابي جليل شارك في فتوح العراق، وهو الذي بشر عمر بن الخطاب بالنصر في القادسية، فتح أصبهان واستشهد بنهوان رحمه الله. في هذه المعركة أصيب الفرس إصابة لم يروا مثلها، فقدوا أكثر من 100,000 سوى من قتلوا في الطلب، وسقط منهم في اللهب وهي حفرة كبيرة المسلسلون، وفر الفيروزان. فتبعه نعيم بن مقرن أخو النعمان فأدركه قرب ثنية همذان، وفي ثنية بغال كثيرة محملة بالعسل قد سدت الطريق بكثرتها فحبسته عن الهرب، فأدركه نعيم وقتله على الثنية، والثنية هي عبارة عن مرتفع. فقال المسلمون إن لله جنودا من العسل، حيث حبس بسببهم وغنم المسلمون الأحمال واستسلمت نهاوند ومدن همذان وخرسان وفارس. وهناك رواية أخرى حول استشهاد النعمان جاء فيها وقاتلهم المسلمون يومي الأربعاء والخميس والحرب سجال، ثم إنهم دحروا يوم الجمعة فاختبأ الفرس خلف خنادقهم وطال الحصار والفرس لا يخرجون. ثم استشار النعمان أصحابه في حيلة لكي يخرجوهم من حصونهم وخنادقهم، فكان رأي طليحة بن خويلد بأن تتحرش الخيل بهم ثم تفر أمامهم، ففعلوا ذلك وأطمعوهم بالهزيمة، فخرج الفرس وكان القتال على أشده وكثر القتلى من الفرس حتى زلقت الأرض بالناس والدواب من كثرة الدماء، وقيل إن فرس النعمان زلقت به فسقط وصرع رحمه الله تعالى وتقبله في الشهداء. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ولى السائب بن الأقرع وهو من صحابة النبي على جمع الغنائم، فرغم قلة عدد المسلمين وكثرة عدد الفرس إلا أن سيدنا عمر كان واثقا في النصر فولى من يجمع الغنائم ويقسمها. بعد انتهاء المعركة دخل سيدنا السائب بن الأقرع إلى مدينة نهاوند التي خلت من المقاتلين الفرس ليجمع الغنائم، ولما دخل المسلمون المدينة أتاهم الهربذ وهو صاحب بيت النار على أمان، فأبلغ حذيفة فقال أتؤمنني ومن شئت على دمي وعيالي
على أن أخرج لك ذخيرة لكسرى تركت عندي لنوائب الزمان. فأمنه السائب بن الأقرع فأحضر جوهرا نفيسا في صفتين أي وعاءين من جواهر يزدجرد كسرى فارس. قسم السائب بن الأقرع الغنائم على المسلمين بعد جمعها، وقسم كل الغنائم ما عدا الصفتين، فكان نصيب الفارس 6,000 درهم ونصيب الراجل 2,000 درهم. فالفارس يأخذ من الغنائم 3 أضعاف الراجل لإنفاقه على فرسه، وبقي الصفتان. فقال سيدنا حذيفة: ماذا نفعل بهم؟ قال السائب: والله لا أرى إلا أن نرسلهما إلى عمر في المدينة. فوافقه المسلمون على ذلك، فحمل السائب بن الأقرع الصفتين مع 5 الغنائم إلى سيدنا عمر بن الخطاب، وليست معه قوة تحميه. وكعادة سيدنا عمر رضي الله عنه يقف منتظرا ليعرف أخبار المسلمين بنفسه، كما كان يفعل في معركة القادسية والمدائن. فكان يخرج كل يوم ليطمئن على أخبار الجيش ويدعو لهم. فرأى السائب بن الأقرع قادما عليه فقال: ما وراءك؟ فقلت: خيرا يا أمير المؤمنين، فتح الله عليك وأعظم الفتح. وسمي هذا الفتح في التاريخ فتح الفتوح، ورغم المعارك التي سبقت هذا الفتح إلا أن كسر شوكة الفرس في هذه المعركة كان شديدا. وكان القتال في عمق بلاد فارس مما هز الدولة الفارسية المجوسية. فتبسم عمر رضي الله عنه وسعد سعادة كبيرة ثم قال: وما فعل النعمان؟ قال السائب: لقي ربه شهيدا. فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بكى فنشج حتى بانت فروع كتفيه فوق كتده، والكتد مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس، وقيل هو الكاهل، وقيل هو ما بين الكاهل إلى الظهر. ثم قال عمر: وما فعل بقية المسلمين؟ فقال: لقد استشهد منهم كثير لا نعرف أنسابهم. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: وما ضرهم ألا يعرفهم عمر ابن أم عمر، إن الله الذي لاقوه يعرف وجوههم وأنسابهم. ويستمر في البكاء فترة. وكان الوقت ليلا، فقال عمر رضي الله عنه للسائب بن الأقرع: ضع الغنائم في المسجد في بيت المال. ويذهب وينادي سيدنا علي بن أبي طالب وعبد الله بن الأرقم ليحرس الغنائم حتى الصباح. وبعد أن أدى سيدنا السائب بن الأقرع المهمة التي كلف بها، وبعد أن ترك الغنائم في بيت المال، يرجع في الليلة نفسها إلى بلاد فارس حتى يلحق بالجيوش للقتال. فهو لا يريد أن يترك لحظة واحدة من لحظات الجهاد في سبيل الله. عاد السائب بن الأقرع إلى أرض الجهاد رغم المسافة البعيدة بين المدينة وأرض فارس، وكانت المسافة من المدينة إلى الكوفة 1,000 كيلومتر. ينام سيدنا عمر بن الخطاب ليأتي اليوم الثاني ليقوم بتوزيع الغنائم. فيرى سيدنا عمر رؤيا رهيبة، فيقوم على إثرها من النوم فزعا ولا يعلم تأويل هذه الرؤيا. يستيقظ لصلاة الفجر ثم يذهب إلى بيت المال، وما إن رأى الغنائم حتى عرف تفسير الرؤيا التي رآها. رضي الله عن الصحابة الكرام، وصلى الله على من رباهم وعلمهم الشجاعة والإقدام. السلام.